ما زلنا نواصلوا معاكم للحديث ونصف موعدكم في شارع تونسي اليوم، كما قلت باش نحكيه على موضوع البطاطا اللي مازال موضوع يشغل الرأي العام وبرشا أسئلة حقيقة يوميا من عديد المستمعين والمتابعين اللي جينا حول هذا الموضوع. معنا مباشرة عبر الهاتف في ميكرو تروتواغ لليوم على مدام ثريا التباسي، نائب رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك. صباح النور مدام ثريا، أهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بيك كل مستمعي اذاعه اكسبريس اف ام. مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوه مدام ثريا. ما نجموش نحكيو على عندك الموضوع هذا، حقيقه موضوع يهم التوانسه بشكل كبير، وعدد الاتصالات يوميا من عديد التوانسه اللي ينقلوا في تساؤلاتهم، فما الماده هذه متوفره مش متوفره، الاسعار، بيع المشروط، وعديد التساؤلات في الموضوع هذا. انا ندعوك وندعو الساده المستمعين باش نسمعوا راي التوانسه في امك خوت خطواخ اللي حضرناه حول هذا الموضوع، ونرجع لك للتعليق عليه. لو ميكرو تروتوار. ما فماش احترام نتاع سوم الدينار 900، ما فماش كيما لحد اللي فات في رواد من 3500 ل 4000 سوم البطاطا، ومفقوده ما هياش موجوده، يعني جا طرف وكهو. فما اللي ياخذ مضطر، اللي عنده صغار ومستنسين بحاجه شيحه يضطر باش انه ينحاها من ميزانيته ويوفرها للبطاطا اللي هي ما فيهاش منفعه، باش ياخذ بها مثل عدس لوبيا فيها منفعه خير، يضطر يشري بطاطا، واللي ينجم عنده عيالات باش يديبان يستغنى على البطاطا، ما هياش حاجه ضروريه البطاطا. فما حاجه ما أهم، يلزم الرقابة تكون متواصلة باش تلك أي خضار وأي محل بائع يعني يلتزم بالأسعار هذه، يلزم فما رقابة متواصلة، الرقابة مش ويجي نهار ويبقى شهر ما يطلش. لهفة متاع العباد في شريين الخضرة الحاجة المفقودة تولي العباد ملهوفة عليها بالزايد، بطبيعة هما مش يزيدوا يغلوا، كانت تنحك اللهفة ذيك متاع العباد وتخليها الحاجة ذيك تخمر ترجع لسمها الأصلي. موجود لكن غالي، 3000 تلقى 2500، فماش 1900 هذه ما تهاجمنا، عندي بطاطا مخبية وبيعها فيها بالوجوه، اللي عنده يشري، ما عنده شي بطل ما يشريش. في بالي ما فماش، والاسوية مطلعة برشا، حس ما نشوف الدار يعني امي ونشوف في الكلام يعني حتى في الكار وكذا، فما احتكار يعني في المادة هذيا تويكا ومقطوعة حسب ما نشوف، يعني حتى في الديار يعني نتاعنا ما عادش موجودة برشا، والاسوية تبع طالعة على الاخر. الاسعار تتواصل من 2500 حتى 3000، وثم 1900 لا يوريك الله مكروه. اما انا كشخص انا ما تعنينيش البطاطا، صحيح تعنيني ونطيب بها، اما حاجه تفقدت وتبدع لها الميزيريا الزرقاء دي، انا في ميزيريا ونزيد في ميزيريا على راحي، علاش ناخذ الخضره الخضراء، ناخذ السفنيريا، ناخذ اللفت، ناخذ نقرا على عناوين وما ثمش خلاص، ناخذ الحبوب الجافه. اما حاجه انا وليت نحاوس وكل شيء، نحاوس في السكر، نحاوس في الزيت، نحاوس البطاطا، نحاوس في الفلفل، نحاوس ولادي يقرا ونحوس في الكار، قديش مش نحاوز انا وما نشدش على الصف وما نلوجش عليها ونحسب روحي ما رتيش في حياتي اصلا، خاطري الزيني ستوب من كل حاجه نحاوز فيها. لو ميكرو تروتوار. عودة لمواصلة المواد معكم، نرجع لك مدام ثريا، ونحب منك تعليق على اللي كنت تسمع في هذه اراء جزء من التوانسه حول موضوع البطاطا. هذه والله العظيم هي معناها اراء للعباد المواطنين المستهلكين اللي هي ما تنجم كان تعكس الواقع، تعكس الواقع اللي قاعدين يعيشوا فيه التوانسه، والصوره خاصه وهنا وقت تبدا فما ماده من المواد الشحيحه في السوق، كيفاش بدا الكومبورتمون تاع المستهلك التونسي. نحب نقول لك قبل كل شيء اللي البطاطا اليوم وليت من المواد الشحيحه ومفقودة، مادام مفقودة ماهيش متوفرة بالنسق الكافي حتى معناها تفي بحاجة المستهلك التونسي وين مشى في كل نقاط البيع. ولعدة عوامل رواذية، منها نحب نقول لكم راهي فما زادة، راهي احنا توا في فترة متاع تقاطع فصول اللي يخلي البطاطا قليلة، معناها ماهيش الموسم نتاعها. يعني منظومة في الأسواق. ثاني حاجة اللي بعد ما وقعت التسعيرة نتاعها دينار و900 بالنسبة للمستهلك ودينار 600 تخرج من السوق الجملة. بعض الأطراف اللي ما حبوش يمتثلوا لهذه التسعيرة تلقاهم يتلاعبوا بأسعارها ويعملوا لحجبها من السوق كوسيلة ضغط، أول حاجة على المستهلك على الوكيل، حتى معناها لإكراهي على قبول البيع المشروط وكل معناها الممارسات الأخرى كيف كيف، وإلا على المصالح معناها على الأطراف المسؤولة أنها تتراجع في هذه التسعيرة اللي هي الحقيقة ما تنجم تكون كان مراعاة للمقدرة الشرائية متاع تونسي اليوم. كيف كيف زاد فما عامل آخر، عامل اللهفة، اللي أنا ما عادش نحب نحكي على اللهفة متاع تونسي، ولكن وكأنها مشيت في معناها البسيكولوجي متاع المستهلك اليوم، تقول له كل حاجة مفقودة ولا ما فماش يولي تكثر عليها اللهفة ويولي يطلبها أكثر من النسق العادي اليومي نتاعه. أنا نعاود نقول راهي هذه البطاطا نعرفوها
اللي هي صحيح مادة أساسية في غذاء العائلة التونسية اليوم، تعتمد الصغيرات يحبوها، الكبار يحبوها، معناها والحقيقة هي ملاذ الطنجرة التونسية اليوم. البطاطا تنجم تعمل بها أطباق في المتناول في ظل الغلاء المحموم لكل أسعار المواد الأساسية في حياتنا اليوم. لكن هذا زادة يلزم يكون، يعني هنا نتوجه لوعي التونسي، أن يكون واعي بدل بضاعة واعي منه. وأنا عجبني تدخل معاش تكون المرأة ولا الراجل الأخراني اللي قال معناها أنا نتجاوزها كحاجة مش موجودة ونحاول نعوضها بمادة أخرى حتى ما نعملوش منها أزمة. هذه البطاطا تعرفوا كما قلت لك في الأول اللي هي معناها هي فترة متاع تقاطع فصول، أوت وسبتمبر وأكتوبر ما كانش موجودة ما البطاطا، وحتى ظروف التخزين لبعض الكميات اللي كانت مخزنة ما كانتش في ظروف باهية، خليت حتى نوع الجودة معناها تراجع الجودة متاع البطاطا اللي توا متواجدة في نقاط البيع. هذا احنا شوية صبر احنا كمستهلكين، واحنا ديما منظمة الدفاع عن المستهلك نتوجه ديما بتحسيس وتوعية المواطن انه يكون كي تبدأ فما ذروة ولا فما تكون حاجة صحيحة من الاسواق ما نعملوش منها ازمة، ما نخليوش الناس وبعض المضاربين والمحتكرين يتلاعبوا بهذه المادة على مستوى الاسعار متاحة ولا حتى على مستوى تمكينها من الاسواق، تلقاهم يخبيوا فيها وتلقاه. واحنا شفنا العديد من المساعي ومعناها من الاجراءات للدولة كيفاش يدخلوا ويخرجوا في البطاطا المخبية واللي معناها يتلعبوا بالأسعار متاعها، تكون فما مراقبة في السوق يكون بالسعر الفلاني المراقبين يمشيوا وتعاود تتبدل البلاكات. أنا وإلا يلقى روحه المستهلك التونسي كيف ضحية البيع المشروط، ما نعطيك البطاطا كان متشي ما عندي الفلفل والسفنيريا والخضرة والغلة وغيره. ليه 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 هي البطاطا صحيح كما نعود نقول لك راهي حاجة أساسية في أطباقنا اليومية اليوم يعتمد عليها التونسي في عائلاتنا، ولكن أنا راني نجم نتجاوزها في فترة هدية اللي هي مش بشدوم ونخلي لهم كما قالت المدخلة تويك البطاطا تخمر لهم وطب تصيف عليهم يخرجوها بالأسعار المعنيها اللي تمكن التونسي من معنى اقتناحها من غير المغالاة ولا المغالطة وإلا المبالغة في أسعارها. راهو مهم جدا مهم جدا أن نكون واعين واعين بشنو قاعدين نعملوا، خاصة وقت نخمو اللي احنا نجمو رانا نشجعوهم هالمضاربين وهالمحتكرين في التلاعب بالأسعار متاع المواد هذية. ونحب نقول لك زيدا راهو نعرفوا ان المقدرة الشرائية متاع المواطن التونسي اليوم راهي متراجعة، واليوم التونسي ثقلت عليه القفة كما ديما قاعدة نقول، ولكن زيدا يزم يكون مع الظروف هذية الكل صحيح. تولي يسمع فيا كل المدام تحكي هكايا احنا رانا ملزوزين عنا وليدات صغار كذا، ولكن زيدا نحب نقول لك يا مستهلك التونسي اليوم اللي تسمع فيا راهو زيدا ما تخليش روحك ضحية، راك انت سبب من الاسباب اللي تخلي البطاطا تغلى، راك سبب من الاسباب اللي تخلي البطاطا يتلعبوا بها ويتولي ضحية البيع المشروط. كون انت زيدا عندك موقف كنت طرف حتى معناها الكل نايدين في دين بعضنا دولة ومجتمع مدني ومستهلك نكون ونقفوا كنا ضد الظاهرة متاع الاحتكار متاع المبالغة في الأسعار هذه المواد الشحيحة من الأسواق لكل الأسباب اللي ذكرتها لك، سواء معناها عوامل الطقس وإلا هي معناها ماهيش موسمية المواد هذه ولا غيره. ونحب نقول ضد الحق هنا نتوجه بنداء لكل الأطراف المداخلة المزيد والمزيد من المراقبة والمتابعة المستمرة والضرب على أيادي كل المحتكرين والمضاربين بأسعار البطاطا وغير البطاطا حتى لين نكونوا احنا الكلنا نكونوا معناها سبب من الأسباب اللي تكون كل المواد متوفرة في متناول المستهلك التونسي بأسعار مقبولة، أسعار ينجمها المواطن التونسي. مش البطاطا اليوم تصبح في فترة الأسبوع اللي فاتت وصلت حتى ل4000 و3800 الكيلو البطاطا، ليه ما تشريش يا تونسي البطاطا سوم معناها هذية الحقيقة ما غير مقبول هذه الأسعار، ولهذا وإلا يخرج لك الدينار 900 بالتسعيرة معناها اللي صارت فيها ويخرج لك بطاطا معناها غير قابلة للاستعمال، معناها غير لا ترتقي إلى مستوى جودة أنك تمكنك من استعمالها. معناها وهنا الضحك الحقيقة على المستهلك التونسي على ذقون المستهلكين التوانسة، تاخذ بطاطا سامحوني في الكلمة معناها المفروض يكون مقالها معناها الفضلات ماهوش الاستعمال في أطباق التونسي اليوم. هذاك علاش راهو الوعي المزيد من الوعي والوعي والوعي راهو مطلوب
ومطلوب، ولكن زاد كيف تراه فما تلاعب، وتلقى في مستهلك تونسي، وتلقى احتكار، وتلقى بطاطا مخبيه ولا غير البطاطا المخبيه، وتلقى اسعار معناها يتلاعبوا باسعارها. حتى انت لازمك تبادر بوعي ذاتي منك انك تبلغ كل الاطراف وكل الناس، معناها سواء المصالح المراقبه لوزاره التجاره ولا منظمه الدفاع المستهلك، والا انت ترفض كل الممارسات هذيا. هكا كنا يدينا في دين بعضنا نجموا نقفوا لظاهره الغلاء، ظاهره الاحتكار والمضاربه، وان شاء الله غدوه خير، ان شاء الله ان شاء الله نكونوا على وعي، اما كنا باش نعيشوا في ظروف خير، وتكون كل المواد الاساسيه وغير الاساسيه متوفره في كل نقاط البيع باسعار معناها ينجمها المواطن التونسي. واضح، شكرا لك مدام ثريا تباسي نائب رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك. دونك اعطيتنا فكرة على اليوم ما قاعدة المنظمة تتبع فيه من معطيات حول هذا الملف، ملف التزود بمادة البطاطا وتوفيرها في الأسواق والأسعار اللي موجودة. تقريبا يوميا مواطنين يتصلوا بالمنظمة للتدخل لحل بعض الإشكاليات لتوفير المادة هذه في عديد الأسواق في جهات البلاد. احنا مازلنا نواصل معكم في بقية فقراتنا في شارع تونسي، فاصل قصير وراجعين موصلت الموعد معكم.